السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي. نلتقي اليوم مع درس جديد عنوانه الجمع والطرح والضرب واحد، صفحة 104. إذن من خلال هذا الدرس سنستطيع استثمار كل المفاهيم التي تعرفنا عليها منذ بداية السنة الدراسية، بحيث أن هذا الدرس يتيح لنا فرصة توظيف معلوماتنا عن الجمع واستعمالاته والطرح واستعمالاته وأيضا الضرب واستعمالاته. فالهدف من خلاله هو تحديد العملية الواجب إجراؤها في وضعية مسألة معينة. وكالعادة أقترح عليكم وضعيات، وذلك لفهم أكثر وكي نعرف متى نستثمر كل من العمليات التي سبق ودرسناها. ونبدأ مع الوضعية الأولى. إذن أولا نقرأ جيدا نص المسألة، وذلك كي نعرف ما هو المطلوب منا. إذا نص المسألة يقول: يملك أحمد 250 درهما. يملك أحمد 250 درهما، أخذ منها 70 درهما لشراء قصة و50 درهما لشراء لعبة. إذا أولا نحسب ثمن المشتريات، ثم بعد ذلك نبحث عن المبلغ الذي بقي عنده، أي عند أحمد. إذن أولا نعيد القراءة كي نفهم ما المعطيات التي لدينا. يملك أحمد 250 درهما. إذن أحمد يملك 250 درهما، أخذ منها. عندما نقول أخذ، هل أضيفت أم سبعدت؟ نقصات، يعني نقصات من عندنا. إذن أخذ منها، عندما نأخذ من الشيء فهو ينقص، أحسنتم. إذن أخذ منها 70 درهما لشراء قصة و50 درهما لشراء لعبة. المطلوب أولا هو أن نحسب ثمن المشتريات. إذن اشترى قصة ثمنها 70 درهما، ثم لعبة ثمنها 50 درهما. إذن هنا لدينا عملية الجمع. إذن نقوم دائما بالوضع العمودي لإنجاز دقيق الحصول على المجموع الصحيح. إذن لاحظوا معي، قمت بالوضع العمودي. إذن صفر زائد صفر، المجموع هو صفر، أحسنت. سبعة زائد خمسة، المجموع هو 12، جيد 12، دائما نحترم الوضع. إذن ثمن مشتريات أحمد هو 120 درهما. 120 درهما. أيضا مطلوب منا هو حساب المبلغ الذي بقي عنده. إذا قلنا بأن ثمن مشترياته هو 120، وهو كان يملك 250. إذا 250 ناقص، لأنه أخذ منها كي يشتري قصة ولعبة. إذا ناقص 120، وهو ثمن المشتريات. ودائما نقوم بالوضع العمودي ونحسب الفرق. إذا دائما لوضع العمودي للفرق يجب تطبيق القاعدة التي تقول: المطروح منه دائما أكبر من المطروح. إذن المطروح منه دائما يوجد في الأعلى، لأنه العدد الأكبر دائما يجب أن يوجد في الأعلى. لماذا؟ لأنه هو العدد الذي نأخذ منه، ذلك يجب أن يكون دائما أكبر من المطروح. إذن صفر ناقص صفر، الفرق هو صفر. خمسة ناقص اثنان، الفرق هو ثلاثة، أحسنتم. واثنان ناقص واحد، الفرق هو واحد.
إذن المبلغ الذي بقي عند أحمد هو 130 درهما. نمر الآن للوضعية الثانية والتي تقول: بمناسبة حفل نهاية السنة الدراسية اشترى مدير المدرسة 8 صناديق مشروبات. إذن اشترى 8 صناديق مشروبات، بكل صندوق 12 قارورة. تناول منها التلاميذ 37 قارورة. إذن أحسب عدد القارورات الباقية. إذن لدينا 8 صناديق، بكل صندوق 12 قارورة. إذن قبل أن نحسب عدد القارورات الباقية بعد أن تناول التلاميذ 37 قارورة، أولا يجب أن نحصل على عدد القارورات. كم هو؟ إذن هنا لدينا 8 صناديق، بكل صندوق 12 قارورة. إذن 12 تتكرر كم من مرة؟ 8 مرات. إذن 8 ضرب 12 دائما الوضع العمودي. نحسب الآن. إذن قلنا 8 ضرب 2 جدا هو 16. إذن أكتب 6 ونحتفظ ب1. 8 ضرب 1 تساوي 8 زائد الاحتفاظ 9. إذن الآن تعرفنا على عدد القارورات التي قام بشرائها السيد المدير. إذن عدد القارورات هو 96 قارورة. الآن كم تناول منها التلاميذ؟ إذن 96 قارورة تناول منها التلاميذ 37 قارورة فقط. إذن مجموع القارورات ناقص عدد القارورات التي تناولها التلاميذ وهو 37. إذن سنحسب الفرق. إذن سنحسب الفرق. لاحظوا معي، لدينا 96، دائما نحترم الوضع. إذن في الطرح قلنا المطروح منه دائما أكبر من المطروح. إذن 6 ناقص 7 لا يمكن. أحسن جمدر، ماذا سنفعل؟ سنأخذ من 9 سنأخذ 10. أصبح لدينا كم؟ أصبح لدينا 16. إذن أخذنا من 9، كم سيبقى في 9؟ سيبقى لدينا 8. آسف. إذن 16 ناقص 7 الفرق هو 9. أحسنتم. ثمانية ناقص 3 الفرق هو 5. جيد. إذن 96 ناقص 37 الفرق هو 59. إذن عدد القارورات الباقية هو 59 قارورة.